مين معانا يا جماعه يا باشا؟ طيب كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، والوضع الحالي بالنسبه لفريق انبي الحقيقه مبشر وجيد جدا من خلال الاداء والنتائج اللي بيعملها، يعني ماتشين ورا بعض سواء بقى ماتش الزمالك ومكسب، وماتش مودرن فيوتشر ومكسب، ايضا ماتشين صعبين بيقدر فيهم نادي انبي ان يفوز، وبالتالي دي حاجه جيده، بالاضافه طبعا لبعض الاخبار وبعض الامور ممكن بتتداول عن بعض اللاعبين وبعض العروض اللي جايه لهم. كابتن تحياتي لحضرتك كابتن. كابتن محمد تحياتي ليك وكل مشاهدينا، كل سنه وحضرتك طيب الله يا كابتن. يخليك يا كابتن، ربنا يخليك كابتن محمد، بهنيكم الحقيقه على مستواكم في الماتشين اللي فاتوا، وبالتالي وضع جيد الحقيقه الانبي السنه دي. والله الحمد لله رب العالمين. هو احنا البدايه بتاعتنا السنه دي يعني كان ماتش الداخليه ما كانش فيه توفيق، بس الاداء كان نوعا ما كنا شايفين الولاد كويسين، خاصة ان كان برضو عندنا شوية اصابات، فالنتائج ما كانتش احسن حاجة. الحمد لله لما الفرقة ابتدت تكتمل، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الدنيا ابتدت تبقى احسن شوية الحمد لله رب العالمين. 3 ماتشات مكسب ورا بعض دي حاجة ايجابية، كان ابتدينا البنك الاهلي وبعدين الزمالك وبعدين فيوتشر، فالحمد لله يعني الدنيا احسن حاليا يعني الحمد لله. ايه اللي فرق معاكم كابتن من وجهة نظرك في الملعب وفي والله يا التفاصيل؟ كابتن محمد زي ما بقول لك، هو مش فارق معانا، هو احنا كنا عاملين فتره اعداد كويسه جدا، احنا ناهيين الموسم اللي فات الحمد لله كويس قوي، الكابتن تامر وجهازه الحقيقه عاملين شغل محترم الحقيقه يعني، وانا ما كنتش قلقان حتى في النتائج يعني. احنا ماتش الداخليه حتى احنا المفروض وان سايد جيم، بس كره انت عارف الكره ما بتعاند مش عايزه تخش يا كابتن محمد. كان بعديها ماتش بيراميدز، ماتش الجيش تعادلنا وبعدين بيراميدز اتغلبنا، بس احنا كنا حالتنا كويس. حضرتك لعيب كوره وفاهم، انت لما بتبقى شايف الحاله بتاعت فرقتك كويسه، بس ساعات التوفيق مش محل فرق، فالحمد لله زي ما قلت لك كده التوفيق حالفنا ورجع برضو، كان عندنا كم اصابه كده كانوا رجعوا وما كانوش بيبتدوا الماتش اللي كان اوفا وكابو برضو فرقوا رجوعهم والفرقه اكتملت، النتائج ابتدت تتحسن الحمد لله رب العالمين. بيقولوا دايما يا كابتن، او احنا بنشوف دايما في الدوري المصري اما فريق يكسب فريق كبير زي الزمالك الماتش اللي بعده يعني الامور بتقع، لكن انتوا قدرتوا انه تحافظوا على المستوى والنتائج كمان او النتيجه يا كابتن بالفوز حقيقه امام والله وفريق كبير حقيقه يعني. ربنا يخليك يا كابتن محمد. هو في الحقيقه دي انا عايز اشوف بالكابتن تامر بعد ماتشنا مع الزمالك، كان خدنا يوم اجازه وبعدين رجعنا تاني يوم، من اول يوم الكابتن تامر اتكلم مع اللعيبه كلها ومع الولاد كلهم في الحقيقه بنوع من التركيز الشديد، ان الماتش خلص احنا لو ما كسبناش الماتش اللي بعده ايا كان مين هو اللي جاي الماتش ده، اي حد في الكره المصريه يقول لك ده جت معاكم صدفه مش انتوا اللي كويسين، فاداهم بصراحه محاضره من اول يوم اول ما ابتدينا تدريب يعني، ده خلى الولاد ركزوا اكتر في الماتش والحمد لله ربنا كرمنا. فهي كانت يعني فعلا زي ما حضرتك بتتكلم يا كابتن محمد، اللعيب المصري تملي لما بيعمل انجاز او يحس ان هو عمل انجاز بيحب ياخد راحه شويه، لا فهو شدهم من اول تدريب، فاعتقد ده فرق معانا كتير الحمد لله رب العالمين يعني. طيب انا عندي خبر كابتن خاص بمحمد حمدي، طبعا لاعب مهم عندكم الباك ليفت بتاعكم، وان الزمالك بيخطط لضم محمد حمدي، هل في اتصالات رسميه حصلت؟ هل في تفكير اصلا بالنسبه لكم في الاستغناء عن محمد حمدي في الفتره القادمه؟ لا هو احنا بصراحه السنه دي مفيش استغناء عن اي لاعب محمد حمدي، كل النجوم بتاعتنا احمد نادر اوفا كابو كالوشا كل المجموعه اللي الناس بيبتدوا يتكلموا عليهم الموسم ده احنا مش هنفرط حد في الموسم ده على الاطلاق يعني. محمد حمدي بقى ليه وضع خاص بالنسبه لنا هو واحمد نادر، ان احنا طموحنا ان احنا عايزين نخرجه بره مصر يعني، احنا ما فيش عروض ان احنا نوطي عليها في مصر سواء زمالك سواء اهلي، احنا التارجت بتاعنا للاثنين دول بالذات لانهم عندهم كمان عقليه اعتقد ان هي ممكن تمشي في الاحتراف، هم مخططين لنفسهم كويس واحنا مخططين لهم كويس، فالتارجت بتاعنا بتاع نادي امبي بالاثنين دول بالذات احتراف خارجي. قلت مين يا كابتن؟ محمد حمدي ومين تاني؟ واحمد نادر حواش. حواش اوكي تمام، دول بتفكروا يعني اعتقد الاثنين دول يا كابتن محمد عقليه كويسه عقليه تقدر طب انتوا ابتديتوا تسوقوهم بره كابتن ولا منتظرين حد من بره يجي؟ هم اوريدي كان جالنا كام حاجه كده خفيفه وبس، احنا برضو بنشتغل معاهم وبنشتغل على ان احنا نحاول نخرجهم بره ان شاء الله يعني ان شاء الله. لكن ما فيش اي كلام من لا في كلام من الانديه في مصر هنا لمحمد حمدي في مثلا كلام. وخصوصا في كلام الزمالك يعني. يعني في زمالك واهلي برضو يعني والله. في كلام من ناحيه زمالك واهلي في كلام بالنسبه
للعيبه كده في امبي عندنا. ف وكالعاده بس انتوا يعني ردكم ان انتوا لا انتوا مش دلوقتي الحقيقه مش الموسم احسن ده كابتن محمد، لا احنا عايزين نركز شويه يعني، امبي ترجع شويه لمستواها المعهود اللي الناس كلها كانت عارفاه ان هي من الفرق الكبيره تملي في الدوري، فاحنا حابين ان احنا نثبت الفرقه دي لغايه كالعاده كابتن محمد النجوم بتاعتنا، حتى لو هنستغنى عنهم الموسم اللي جاي يبقى طلعنا من قطاع ناشئين نجوم تانيه كالعاده اللي تملي امبي تعرف تعمله يعني. طيب بالنسبه لاوفا وكالوشي تمام. اي برضه الوضع بالنسبه لهم، انت احنا اتكلمنا على اتنين لعيبه تانيين خالص، بس دول بقى الاتنين دول برضه ما انا قلت لك هو كل النجوم السنه دي مفيش، مفيش احنا خالص مش هنفرط في حد في الموسم ده خالص خالص يعني، لان اوكي احنا يعني انا لو فرطت دلوقتي احنا كالعاده كابتن محمد بيحب تملي، اما يبقى عندي نجم هطلعه اوكي هطلعه ما عنديش مشكله، بس يبقى عندي بديله، وده اللي احنا بنشتغل عليه من دلوقتي يعني. احنا عاملين حسابنا ان الموسم الجاي ممكن ثلاث اربع لعيبه خمسه كمان ممكن يمشوا من انبي الفتره الموسم القادم ان شاء الله، على اساس ان هم هيبقوا حاجه كويسه، بس لازم اكون انا ابتديت اوريدي عملت مش هقول لك البديل 100%، بس على الاقل يبقى 75% بحيث اما نشتغل ياخد شويه ياخد نوصل ماتشات. للتارجت ده. فدي الاستراتيجيه بتاعتنا السنه دي. التوقف ده كابتن هتعمله في ايه بقى الفترة اللي جاية؟ والله احنا عندنا اربع ماتشات وديه يا كابتن محمد، يعني مع الداخليه وبيراميدز والبنك الاهلي وممكن بايونير، عشان احنا بنرعى نادي بايونير برضه في لعيبه كابتن تامر محتاج يبص عليها، فعاملين اربع ماتشات وديه جامدين يعني، بحيث ان احنا برضه نستمر على زي ما انا هنا عشان ما نرجعش الدوري واحنا ايه نقل اول يعني. ماتش في الدوري هيكون مع مين يا كابتن؟ هيبقى مع المصري في برج العرب ان شاء المصري، الله. ده ماتش صعب، مصري خسران اخر ماتش ماتش، قوي. عايز هي يرجع مقام. القرعه مديانه ماتشات قويه ورا لا بعض يعني. وحظكم برضو ان المصري اتغلب يا كابتن اخر ماتش، الماتش اربعة ده بتاع البنك الاهلي، فبالتالي ماتش اول بس ماتش بالنسبه بصراحه له هيبقى كان مفاجاه، كان مفاجاه في الحقيقه يعني، بس ربنا يكرم ان شاء الله طيب ان شاء الله. ما بعد كام ماتش في الدوري المتاح 6 اسابيع، رؤيتكم للتدعيمات الخاصه بيكم كابتن بقى في يناير، هل وصلتوا خلاص لاقتناع بان انتم محتاجين مراكز معينه؟ والله هو يعني الكابتن تامر كان اعتقد ممكن يكون بيفكر فيرود على اساس يبقى بديل مثلا موجود عندنا، بس انا شايف ان احنا فرقتنا في الحقيقه يعني فرقه كويسه، زي ما بقول لك يا كابتن محمد احنا طول الوقت احنا بندعم انديه اخرى، احنا تملي انبي بنطلع من عندنا من قطاع قطاع الناشئين، ناشئين. مش بيبقى نجم اول ما يطلع، بس تملي احنا بنحب كده يعني، فاحنا اعتقد الفتره دي احنا مش هنبقى، ما اعتقدش ان الكابتن تامر محتاج اكتر من فيرود، ممكن حاجه كده وممكن ما يبقاش محتاج كمان يعني. اتمنى لكم التوفيق يا كابتن محمد، ويعني نشوف الام بي بنفس الوضع كده واستكمالا للنتائج الجيده. الحقيقه لما بنشوف ام بي وانديه الاخرى ماشيين بالشكل الحلو ده الدوري بيبقى حلو، فده بشكل يعني نتمناه الفتره اللي جايه. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي ام بي، بشكره شكرا جزيلا. طيب